FM. يوم 9 أبريل 2014 يوم يشهد له التاريخ، يشهد له التاريخ لأنه لم يتحقق بشهداء تونس في عهد الاستعمار إلى يومنا هذا، لم يتحقق حتى أي شيء، لأن الفقير زاد فقرا والغني زاد غناء على دار الشعب التونسي. الأغنياء المتصلين مع الشعوب الأجنبية اللي خارج تونس يدوكم يزيدوا في الغناء، والفقراء يزدادون فقرا. هذه النهار 9 أبريل كل واحد ولا يتكلم على الشهداء الشهداء الشهداء، هو لم يطبق منه كحبر على ورق قعد، معناتها ناس لم ما كانوش يأداوا الأمانة نحو الشعب التونسي، نحو شهداء الوطن، كسوا في الحقبة الثانية هذه متاع 14 جانفي، ولا كسوا في الحقبة 60 سنة استقلال. ثم عدد شهداء أخرين كانوا استشهدوا تحت الظلم والاستبداد، معناتها ثم ناس عانات وقاسات الأمرين في تونس، لكن توا تشوفوا في ناس اخرين خارجين في البلاد اللي كانوا خراب البلاد، خاطر تونس كانت تنجم تكون دولة معناتها متوسطية من أحسن الدول، لكن المخربين في أفكارهم وفي أعمالهم وفي فسادهم هم اللي خلاوا تونس تحت طائلة الفقر، واللي توا جايبين وزير أول يقول معناتها لتونس في خطر اقتصاديا. هو ما معناهوش نهار قال يا تونسيين يا أهل الثقة يا اللي تحبوا بلادكم يا اللي تتكلموا على تونس وعلى اقتصاد تونس، خلصوا الامبو نتاعكم، يعني خلصوا الامبو نتاعهم الناس السراق اللي سرقوا البلاد اقتصاديا واجتماعيا، راهي البلاد تولي في خير. كان خدموا البلاد ورجعوا أموال تونس نتاع الملح نتاع البترول نتاع الفوسفات، وشكون وراهم اللي كانوا يوقفوا الفوسفات؟ الناس هذوما مخربين البلاد، اللي وقفوا الفوسفات مش راهو الطبقة هذيك الناس ولاد الفقراء والمفقرين ولا أصحاب الشهادة المعطلين العمل، ليه؟ فما لوبي كامل في تونس تقودوه آيات أجنبية، تقودوا الناس مجرمين في تونس، ما يحبوش الشعب والبلاد هذه تتقدم، يحبوها ديما تحت كلاهيكم وتحت الناس اللي معناتها لا عندهم صفة ولا جاه ولا قدرة. هذايا أنا نتمنى الشعب التونسي يفيق على روحه ويعرف الباهي والخير، كيف يجي يخرج له محمد قالوا اللي حياته كامله في الحكومه اللي خرب البلاد والعباد، مع بن علي يجي يقول انا نظيف وانا خدمت البلاد، كيفاش خدمت؟ هو الفقر 30% من الشعب التونسي فقير، كيفاش كانوا يعملوا؟ احنا مشينا بعد الثوره قد مشينا المنطقه اسمها الروحيه في سليان، لقينا 7 معاقين يعيشوا في كوري تاع زوين، بكيت الناس اللي يسكنوا غادي، العمده اللي كان بجنب البلاصه هذه الكوري تاع زوي اللي يعيشوا فيها 7 هذوما، العمده بتاع المنطقه اللي كان كي تجي فلوس التنميه يتقاسموها الناس هذوكم، يعطيو بارتي لجماعه المكتب الكتب العام تاع التجمع. اللي قالوا سي محمد عبو دانيالمون على كتاب العامين تاع التجمع كيفاش كانوا يسكنوا يقصوا على الدوله، هذوما كرهم في الحبس، ويجي يقولوا احنا عندنا الحق في الانتخابات، انا انتخابات اللي عملوا فيها؟ عندهم 60 سنه قهر، عيد الشهداء حتى واحد ما عطاهم قيمتهم في تونس هنا الى يومنا هذا. هم والجرحى الناس اللي تسبوا في سليانة، اللي تسبوا في سليانة شكونهم يا اخي؟ المعضية الكبيرة قعدت انا الجلاد ولا يعمل تقرير والظالم ولا هو اللي يسلط العقوبة والمظلوم مسكين يحشيوه في الحبس، هذا شولينا في تونس نشوف، هذا الخطير جدا. لازمنا تونس يوم الشهداء، تونس قرن 20 لازم تكون ارفع من ذلك، وندعو المعطلين عن العمل اصحاب الشهادات الكبرى يلتفوا مع بعضهم يخدموا بلادهم مصلحه البلاد، خاطر هما بيديهم، خاطر الشياب هذوما قزموهم وردوهم ما عندهم حتى قيمه، ما عندهم حتى صيل، ما عندهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء، هما قارين مثقفين. ماليش انا في تونس البلاد الوحيد كيقول لهم مش حطوا وزير اول باغ اكزومبل 40 سنه يقولوا لا مش عندك من خبره شيء يا اخي، جابوها في اول اللي ما يتسماش نتاع نداء تونس، قال لهم انا وقت عيط لي بورقيبه الله يرحمه قال لهم انا ما كنتش نعرف نكتب ورقه، هو محامي قالها بفمه، قال انا تلست 2009 انتخابات. هذا انسان يحب الشعب التونسي يعطيه ثقه، انا ثقه مش نعطيها للناس اللي دلس واللي سرقت واللي عملت. الشعب يزمو يفيق ويزم يعطي كلمته ويقول كلمته الحقيقيه، سيرتو المعطلين اللي هما لهم الحق في ذلك، هما راهو نقول لك لا حكومه هذه ولا غيرها، الفقير كان يبوس عينيه ما يخدمش في تونس.
على خاطر الدولة العميقة هي اللي قاعدة تسير في المكان هذا وتسير في البلاد هذه، وحتى إنسان فقير ما يدخل يخدم كان يبوس عينيه. سيد منير، الرابطة لا ترى أنها مازالت مستهدفة من بعض يعني أحزاب ورموز، يعني ثماش أرضية تفاهم وفاق ما بين يعني اللي ردع يعني المشكلة هذه، يعني ما حوار يعني كل واحد يوري الرؤى نتاعو. والله يقول لك يعني تصير البلاد يعني حاجة احنا الاتحاد العام شغل انا نقابي قلبي يحس فيها قلبي يقول انا نقابي الوقت الحالي. الاتحاد العام شغل قلعة كبيرة ياسر، لكن اللي يسيروا فيه توا الناس مش اهل لذلك. صارت انتخابات يعني ما قعدش انتخابات كذب صارت انتخابات ما وقعش انتخابات مؤتمر فرق ما وقعش انتخابات وقعت تسكير. واللي يقول الكلام هذا هي منافق ولا يكذب على الشعب. الاتحاد العام الشغل كان يكون هو اول انسان احنا في وضع سيمونير اللي البلاد ما عادش يعني يعني تحتمل اكثر احتقار. مش نقول لك اسمع اعطيني ارضيه تاع وفاق يعني. عدنا مع سمير الشفي 5 سوايع نعم نحكي مع كيفيه التعامل. انا كنقابي نجي المؤسسه نتاعي اللي هي خاصه نحاول كاتحاد انا نصلح المؤسسه هذيك باش ما تسكرش، مش انا نساهم باش نسكر المؤسسات. الاتحاد ولا يساهم باش يسكر المؤسسات ويرجع الناس للبطل. يلزمك في الاتحاد راهو العمل النقابي هو الدفاع على الموطن الشغل نتاع الانسان ورفع. انا نصلح العمل ونزيد ننتقل مواطن شغل اخرى نكون مواطن شغل اخرى. اذا المؤسسه هذه كانت مسروقه وكانت خاسره لازم نرشحها لطور الانتاج ونرشحها باش تخدم البلاد مصلحه البلاد باش نوليو. هذا ما يحبوش يخدموه، يحب يقبل كان انا نعطيك انا بالعصا انا نضربك انا نضربك كيما اربعه اللي صوموا ضربوا العباد ضربني وكيف باش انا ما نضربوش ولا هو ما يضربنيش نلقوا طاولة الحوار. ما حبوش ما يحبوش طاولة الحوار، يحب كان هو انا معلم عليه. عملتش مبادرة؟ عملنا مشينا قلت قعدنا مع سمير شفي في الاتحاد عام الشغل 4 سوايع مصلحة البلاد مش مصلحة. خلينا من الاتحاد الأحزاب الأخرى. الأحزاب الأخرى قاعدين نتواصلوا مع الأحزاب الديمقراطية. ما نتعاملوش مع الأحزاب التجمعية اللي خربت البلاد تيلة 60 سنة، ما يحبوش يستعرفوا بأغلاطهم ويقولوا الشعب التونسي سامحني أنا غلط. احنا توا يعني مرحلة جديدة سمعني. هي مرحلة جديدة سامحني كلمك، لازم تحاسب الناس على أعمالهم وأفعالهم. اللي سرق لازم يخلص البلاد، اللي ما يخلص لامبو لازم يخلص باش نقعد معاه نحكي معاه. أنت سارق المنطقة هذا، مش أنا نخلص من شهريتي. وشهرية مواطنين الشهارة 34% باش السيد هذاك يستغنى على ظهري أنا وظهر الشعب التونسي الفقير والشر وظهر الشعب التونسي البطال. هذا مش معقول. إلى وين ماشيين احنا توصي؟ احنا ربي أقول لك حاجة، تونس راهي في خير. علاش في خير؟ فترة تونس النهضة ضربت 15 مليار. تونس في خير. أنا نترجم في الأخير علاش؟ خاطر فما ناس تونس في خير واحنا نتفائلين خير بتونس. علاش؟ خاطر التونسي انا عائلتي باريزامبل انا عندي في عائلتي شكون ما نتفاهمش انا وياه، لكن احنا نلقاو تيران دونتون باش نحكيو باش نقعدوا مع بعضنا ونصلحوا بعضنا مع الناس اللي تفهم، مش الانسان اللي سرق يحب ديما يحط لك في مخك لين هو مش اما تونس في خير. تمشى الناس واللي يقول فيها الوزير الاول كله كذب، كان يلصقوا في يخلصوا الناس لامبو نتاعهم وينزل على الناس باش تخلص لامبو نتاعها تولي البلاد في خير ولاباس علينا نخرجوا من الازمه نتاعنا في اقل وقت. خاطر احنا عندنا 12 مليون عندنا اذا طارت 400 الف بطال. علاش؟ خاطر فما ناس ما تحبش تخدم. اخدم بصورة عاصم بطل وبعثي لي طالب باش تحسين الوضعيه نتاعك. احنا ما نحبوش نخدموا جمله. فما بعض الناس ما يحبوش يخدموا، فما الناس ما بقاوش يخدموا، فما ناس تخيرت ناس على ناس. سمح ناس تخيرت ناس على ناس، هذا اللي مش معقول في الانتدابات. واحد كل شيء قاعد معناتها تحسين ناس على ناس، هذا لازم يكون واقعي. اذا كان عدة مشاكل في الانتدابات توقع فيها وراها اضرار للبلاد، هذا من شو تفكير الناس اللي كانت في اللجنه نتاع الانتدابات اللي ما كانش منصفه نحو العائلات يقولوا احنا عندنا ديكريتير. هو كذب، يكذبوا على الشعب. ماهماش الانتدابات، الفقير يقعد فقير واللي مش مخرط في التجمع اللي قاعد يقع تو. لازم نبدلوا الفكره نتاعنا، نخدم مصلحه البلاد قبل كل شيء. يبداش اخويا بطال والسيد هذا افقر مني يستحق خدمه لازم يخدموا. لازم نقول لكم فرق كلمه. لا هذا بدات هذا يا خويا سامحني وين ما نجحتش السياسه نتاعي. هذا يا خويا العزيز الهدف نتاعنا ان شاء الله نواصلوا والناس ثم ناس بدات الشر نواصلوا العمل هذايا نواصلوا ان شاء الله نلقاو تيران دونتون
هو نقابي هو نقابي من الاتحاد الاتحاد قاعد يعطل في البلاد طبعا جيد يحترم معه هذا يا أخوي العزيز اللي زلنا نقوله متناصفين مع بعضنا ونحكيه مصلحة البلاد مربوط قبل ما حبوش فهموه أنا نكرهك أنت لازمني أنا نكون لك الكره لك أنت هذا خطير جدا هذا اللي أنا اللي يخليني ساعات الميل اللي الخطر بتاع طول سيأتي في المخالفة هذه ما نحبش نحكي معاك أنا نكرهك نقعد نكرهك أما إحنا يزمنا كله أنا متكهنيش إحنا نخدم على طاولة مصلحة البلاد مصلحة تونس قبل كل شيء فوق الجميع الشهداء حتى واحد ما عاد يتكلم عليه ولو أربعة من الناس شهداء بركة في تونس ولينا ما عادش نحكيو على الشهداء كلهم تاع 14 اليوم 17 ديسمبر 14 لتو ما عادش نحكيو عليهم جمل لطفي القلال اللي تقتل في مونبليزير حتى واحد ما قال عليهش كيفاش تقتل وعلاش تقتل لتو ما عادش حتى واحد متكلم عليه عليه مش مواطن تونسي مش مواطن تونسي هذا الخطير جدا والناس اللي تقتلت من في عهد الباي علاش حتى واحد ما يتكلم عليهم ظلم ناس بلادنا في الحبوسات وترمات وترمات في الشباب ودفنت حتى عائلاتهم ما يعرفوهمش فين يزمنا يا شعب تونس اليوم 9 ابريل عيد شهداء عيد كبير علاش حتى الناس فما سجلت عطات دمها الزكيه لمصلحه البلاد هذيا نقولوا يد في يد نوفيو بعضنا نحو الشعب الناس اللي استشهدت من اجل الوطن اليد في اليد نخدم مصلحه البلاد قبل كل شيء ونخليو مصالحنا ضيقه وقصيره وصغيره ورانا وربي يوفقنا ان شاء الله وربي يجينا في السؤال بارك الله فيك.